والله انا تدري على الخيمه كان ماني يروح بابا. Не хуй, мам, посуди, чё. بالنسبة للجوز الكردستان يختلف عن الجوز المستوي، لأن نسبة الدهون في جوز كردستان أزيد من المستوجد، والمياه مالتنا كل زين. الجوز يعني أهم المادة الغذائية للجسم، لقوة الإنسان، للفكر. يعني الجوز شيء عجيب. انه هو غني بكافه انواع الفيتامينات، وجايه طبيعيه 100%، ومسوين عليه دراسات هوايه، يحتوي على كافه انواع الفيتامينات والمقويات اللي تحتاجها جسم البشر بشكل عام. المشكله الوحيده اللي احنا نواجهها جوز هورامان انه لحد الان تصريفه وبيعه على مستوى كردستان الى صار لمده قليله، يمكن صار لفتره قليله دا يتوزع على العراق. احنا اللي نحتاجه انه يتعرف عالميا، يصير له مجال حتى العالم يتعرفون عليه ويعرفون قيمته ونوعيته، ويصير هم ربح الكردستان، هم دخل مادي، هم تعريف لمواد كرديه خارج الكردستان.